أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم حلقتنا هي الرقم 400، وصلنا للحلقة رقم 400 وضيفنا نبينا الغالي سامي الذيب، وحلقتنا راح تكون عن نواقص القرآن أظن. بالبداية خلونا نرحب بنبينا، أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلين بكم وأشرب على صحتك وعلى صحة الجميع. أهلين بكم. على صحتك نبينا، على صحتك. طبعاً أصدقائي كنت عم بقول اليوم حلقة 400 نبينا، وصلنا للحلقة 400. أيوة ألف مبروك ألف مبروك. بدي أشرب على صحتك، على صحة صديقة تعرفت عليها مؤخراً من شمال أفريقيا. بدي أشرب على صحتها إن سمعت، وبدي أشرب على جميع صحة جميع الحاضرين، أحمد حركان وإبراهيم وأمين كافر الجزائري وكل الموجودين واللي حنوجدوا على نفس الصفحة. أهلا وسهلا بكم، كل على صحتكم. صحة وهنا نبينا، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء. طبعاً أنا أحب أسلم على أخوي أحمد حرقان وأخوي إبراهيم وأمين وكل الأصدقاء اللي معنا واللي راح يكونوا معنا كمان. نبينا شو بتخبرنا بها الحلقة؟ أيوة إحنا حنكمل. اعمل ميوت عندك. إحنا حنكمل اليوم الصور ونشوف شو فيها نواقص في القرآن، نواقص في الآيات. هناك ما زال ناس يقولوا لي أنت إزاي تكتشف أخطاء لغوية في القرآن وكتاب القواعد كتب على أساس القرآن وبعد القرآن. فدائما أردد لهم يعني نفس الجملة، مش عارف إمتى هخلص بترديدها، إنه في 11 نوع من الأخطاء اللغوية ومش كلهم مرتبطة بقواعد سيبويه وغيره. لا، هذه أخطاء لغوية، يعني أخطاء في الخطاب القرآني في اللغة، من اللغة اليونانية اللوغوس يعني اللغة الخطاب، أخطاء في الخطاب. وإحنا شفنا عدد من هذه الأخطاء، ونحن ما زلنا نشوف الآن خطأ، وهو نواقص آيات القرآن. عنصر من عناصرها فقد، فلجأ المفسرون إلى ما يسموه الحذف والتقدير. الحذف والتقدير. فالآن إحنا وصلنا للصورة 44. الآن إحنا حنكون في صورة مريم، وعلشان كما عودتكم حشارككم الشاشة علشان يسهل المتابعة، علشان يسهل المتابعة. أوكي أهو. أيوة، هاي صورة مريم. أعيد أكرر، الحرف الميم تعني مكي، 44 تعني ترقيم تسلسل تاريخي، 19 هو التسلسل العادي في القرآن اللي بين يديكم، والرقم واحد هو رقم واحد. أوكي. وهذا العلامة تعني أن الآية جاء فيها نقص، وقام المفسرون بإضافة شيء لها وفقا لنظرية الحذف والتقدير. أوكي. ودائما أنا أذكر المصدر تاعي، هنا عندكم مختصر في الإنترنت ممكن تطبعوه بسهولة، والمنتخب هو تفسير الأزهر. أوكي. طب الحال اللي متعود يقرأ القرآن بطريقة تسلسل عادي مش حينتبه هاي اللقطة، لأنه المهم تاعته إنه ينهي القرآن، يخدم القرآن. فنحن سنتدبر القرآن. أوكي. نبدأ بالآية الأولى، كاف ها يا عين صاد. معروف إنه هذه تسمى الأحرف المقطعة، أصلاً ما لهاش معنى.
يعني هذا تخبيص، تخبيص. أيوه، ما لهاش معنى، كل واحد راح على طريقته يفسرها، بس أظن هاي فيها مشكلة، يعني ما حد يعرف شو قصتها الحاصل. وهو بحد ذاته عيب في الخطاب، هذا عيب لغوي، لأنه لو جاء رئيس دولي وبدأ خطاب تاعه بكافها يا عين صاد، أكيد في أول سيارة إسعاف حيودوه على مستشفى المجانين، ده أكيد. يعني مهما كان احترامنا للرئيس، حيقول صاحبنا فقد عقله، بطل يجمع زي ما بيقولوا إخواننا المصريين. أوكي، فالآية الثانية ذكر رحمة ربك عبده زكريا، المنتخب أضاف لها هذا ذكر رحمة ربك عبده ذكر، فقال إنه يعني إيه ذكر رحمة ربك؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. لاحظوا إني أنا أضفت الفاصل، إني أضفت الفاصل هاي من عندي، وجاءت الفاصل في نهاية الآية، يعني تكملتها هي في الآية اللاحقة. أوكي، ممكن إحنا نستغني نوعاً ما، لأنه تعودنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لكن لغوياً هي ناقصة. طيب الآية الثمانية، قال ربي إن آن يكون أن قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. هنا مكي اعتبر أنه هناك نقص من الكبر عتية، فالمكي كملها أنه وقد بلغت من الكبر سنا عتية. علي، هو أضاف ليها المكي، مفسر المكي، هذه الكلمة. اليوم نحن يعني متعودين على الكلمة بلغت من الكبر عتية، لأنه أصبحت عادة نسمعها، بس لغويا هي ناقصة. أوكي، فخرج على قومه من المحراب فوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. سبحوا، فهنا أضيف له سبحوا الله، سبحوا يعني أسبحك اللهم، سبح الله، من سبح لحالة، لأنه لو علشان قاب سابقا ما كانش لا في لا ضم ولا فتحة ولا شيء على الكلمة، كان ممكن تفكر إنه سبحوا، يعني بصير واحد بيسبح في بركة السباحة، فهم سبحوا الله بكرة. وبعدين الآية 12 بدأ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا، حكم صبيا يا يحيى. هنا هذا جملة مخاطبة، مين اللي بخاطب؟ فهو كم لا قلنا، لأنه ليش قلنا؟ لأنه بعدها الآية اللي بعد وحنانا من لدن من لدنا لدنا لدن لدنا، شو القصة هاي؟ تعرف لأنه هي مكتوبة بالطريقة لدنا، أيوة، وزقة وكان تقيا. فهو استخرجوا إنه ابن عاشور اللي كملها، قلنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
أوكي، لأنه كان ممكن نقول قال، بس علشان وحنانا من لدنا لدنا، فلأنه يعني منا إحنا، فأبن عاشور اعتبر إن قلنا يعني الله بيقول. طيب هنكمل. لاحظ هنا، أريدكم تنتبهوا إنه إحنا ننتبه فقط لنواقص القرآن، يعني ممكن نجد أخطاء أخرى نفس الآية، لكن إحنا يهمنا فقط موضوع نواقص القرآن. هل الآية 31 32 وجعلني مباركا أينما كنت، يعني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لاحظ طريقة كتابة الصلاة، هذا إملاء عثماني. والزكاة اليوم نحن نكتبها مش بالواو، بالأليف، والزكاة بالأليف، وهذه هي كتابة السريانية، لأن السريان الفوضى صلوت وزكوت، فكتبت بالسريانية ولفظت بالعربية وبقت كتابتها بالسريانية. شفت كيف؟ بالصلوت والزكوت، وأوصاني بالصلوت والزكوت إذا احنا عايزين نقراها عادي، لكن لا، فقالوا بالصلاة. طب ليش الواو؟ هي أصلها هيك خلص، والزكوت هي الزكاة. أوكي. وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا. طيب هلا، وبرا بوالدتي معذرة، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فشو هي وبرا؟ فقالوا وجعلني برا، وجعلني برا، وجعلني برا، أو معطوفة على مباركا، أو بتكون إنها معطوفة وجعلني مباركا، ممكن تقول وجعلني مباركا وبرا، ها، أو تقول حالا إنها ناقصة، جعلني مباركا ما كنت، وأوصاني بصلاة وبرا، يعني ممكن تقول وجعلني مرتبطة بالآية، بس الفعل بعيد، فعل بعيد. فمكي اقترح انه وجعلني، اضاف لها وجعلني. ذاك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذاك عيسى ابن مريم. طيب هلا، قول الحق الذي فيه يمترون، فقول الحق، فهو أضاف لها مكي، قال ذاك هو قول الحق، ذلك عيسى بن مريم، أو هو قول الحق، هو قول الحق، هو قول الحق، أو ذاك هو قول الحق. على كل هنا شاف، وأضف لها أو هذا الكلام قول الحق مكي. أما ذاك عيسى بن مريم قول الحق الذين فيه يمترون، مكي شافها إنها ناقصة مختزلة جدا، فاقترح ثلاث اقتراحات، ذاك هو أو هو أو هذا الكلام قول الحق. طيب، ما كان لله أن يتخذ ولد من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هنا هذا كلام، خطاب موجه، مين اللي بوجهه؟ شو؟ فقال
قال، أيوة يعني عيسى قال، وإن الله ربي وربكم، لأنه وإلا هتكون واقفة. أوكي، اعتزل جدا، وهذا التكملة من تفسير الجلالين. أوكي هنكمل. يا أبتي، آية 43، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هنا اعتبر انه يعتبر هنا خطأ، أهدك إلى صراط المستقيم، أهدك إلى صراط صراط مستقيم. أيوة، وعندنا آيات تدل على هذا، إنه أهدى إلى مثلا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا، أو ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أوكي، يعني عندنا دلائل من القرآن إنه هدينا صراطا، ولكن هدينا إلى صراط سوي. ليش هو تركها هيك؟ أكيد هو سويا علشان السجع، عصيا سويا شيئا نبيا، فهم علي؟ فهم هو أكل إلى علشان حافظ على السجع، فعمل يعني علشان يكحلها عمها. أوكي نكمل يا سيدي، نكمل بإذن. الآية 50، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا شو؟ فالجلالين اقترح ووهبنا لهم من رحمتنا المال والولد، ووهبنا لهم من رحمتنا ناقصة، اعتبرت ناقصة، جلالين اعتبرها ناقصة. نكمل الآية 64، وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما تنزل، فأضاف لها قال، لأنه هذا خطاب، وإلا علشان يعطوا لها معنى، لأنه إلا مقطوعة، هي الآية مقطوعة. الآية 66، كمل، ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا. أخرج حيا من فين يعني؟ أإذا مت، أإذا ما مت، مت مت إذا ما مت لسوف أخرج حيا. فالجلالين أضاف من القبر، أخرج من القبر. أوكي نكمل. هنا يجب أن تضع محل نفسك محل المترجم. إذا بتقول أخرج، حيقول لك من فين تخرج، مش مفهومة بالترجمة. أما يقول أخرج من القبر، واضح. أوكي هلأ يعني أنت لما تترجم لازم تضيف كلمة، إلا أبعث هذا غير شيء. أما أخرج، خرج من فين؟
توضح. وإذا أنت عايز تتأكد، روح على أي ترجمة، فرنسية، إنجليزية، إيطالية، واللي تريدها تلاقي المترجم أضاف كلمة. طيب، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وضعف جندا. أيوة، وضعف جندا، احنا لازم نكبرها هنا، شر ما هو شر مكان وضعف جندا. طيب، أكملها هنا، يظهر إنه فيها ثلاث نواقص. طيب، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن في الدنيا مدا، مدا في الدنيا، فليمدد له الرحمن مدا في الدنيا، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب في الدنيا وإما خزي الساعة، إما العذاب وإما الساعة، ساعته، إما العذاب وإما الساعة. فهنا كملها تكملة تاعتها، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا في الدنيا، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب في الدنيا وإما خزي الساعة. وإلا مش واضح، إما العذاب وإما الساعة، يعني شو؟ فهم مكملوها، يعني أنت لو تقعد تترجمها بالفرنسي أو بالإنجليزي أو بالإيطالي حرفيا، القارئ لن يفهم، القارئ لن يفهم، لأنه فيها عناصر ناقصة. بينما لو كملتها على الطريقة اللي قلت لك، الغريب أنت علشان تفهم هل هناك خطأ أم لا، يجب أن لا تتكلم مع مسلم اعتاد أن يكرر الآية، ويعني خلاص هي دخلت في مخه ما عادش انتبه، يعني صار يكرر مثل الببغاء. أصلا الببغاء بتتكلم من دون ما بتفكر، الببغاء بتتكلم ما بتفكر. أنت لازم تسأل يعني واحد خارج عن اللغة، خارج عن الإسلام، اللي ما عندوش هذه القداسة للنص، فهو هيقول لك لا ما فهمت، هيقول لك لا ما فهمت، وضح لي أخي. لهيك لازم تضيف كلام. طيب، بعدين 78، اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ شو اطلع الغيبة؟ اطلع الغيبة يعني ما فيش شيء، مش فاهم. اطلع الغيبة ما لهاش معنى، المعنى يكون اطلع على علم الغيب، على علم الغيب. أما اطلع على الغيبة ده ما لهاش معنى. وهذه الإضافة ليس من عندي، ولكن من تفسير الجلالين، اطلع على الغيبة. لا، كان ممكن تقول يعني افتح الفنجان، يعني بهذا المعنى، بس الغيب مش بهذا المعنى. اطلع على علم الغيب، يعني صار عنده علم بالغيب. طيب، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا.
فنعد لهم، يعني شو نعد لهم؟ لأنه ممكن نعد يعني نعمل لهم عدة، نحضر العدة. هناك لا، أعدوا لهم ما استطعتم من إلى ما شاء ذلك. لكن الجلالين رأى أن تكملة هذه الآية عشان واضحة، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم الأيام والليالي أو الأنفاس عدا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يعني شو نعد لهم عدا؟ ايش معنى؟ فهمت؟ ضع حالك هنا دائما مكان اللي حيترجم للغة. انت اذا تعرف اي لغة حاول ترجم لي هاي بلا اضافة، هتشوفها واقفة. انت لن تنتبه لها لما تقرأها هيك، لانه شو يعني؟ هو انت عايز توقع حالك نصيبي؟ لا خلاص، هي الموجودة. اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا الموجود اخي، الجود من الموجود. لكن اللي حيترجم بقول لك، او اللي عايز يفهم ايش مجبور انه. وهذه اذن هي نظرية الحذف والتقدير، يعني اضطرب ان هناك عنصر حذف ويجب اضافة له عنصر، أضافة هذا العنصر اللي يقدر، يعني قدر. هو ممكن واحد مفسر آخر يجد كلمة أخرى، وحتى هو الجلالين اقترح إضافتين، الأيام والليالي أو الأنفاس. بس لابد إنك تضيف شيء، لابد إنك تضيف شيء مهما كان، وإلا لن تفهم. حنكمل. الصورة 45، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول، هذا شرط، فين جواب الشرط؟ مش موجود. فأضاف له ابن عاشور، أضاف له وإن تجهر بالقول فلا تشق على نفسك، على نفسك، فلا تشق على نفسك، ابن عاشور. فهمت علي القصة؟ على نفسك. البيضاوي لا، أضاف لها تقدير آخر، وإن تجهر بالقول فاعلم أنه غني عن جهرك. شفت كيف؟ عندنا مفسرين اثنين، ابن عاشور والبيضاوي، الآية نفسها، كل واحد اعتبر انه هناك حذف وتقدير، وكل واحد اضاف لها عنصر اللي رايحه، اللي هو يقدر. اوكي، يعني هو لما يقول لك القرآن ده قمة البلاغة وقلة قمة البيان، فروح انت تسأل ابن عاشور البيضاوي شو بقول لك. فقلت هو لن يقرر لك ان هناك عيب، لا، هو حيدوخك، حيقول لك تحذف وتقدير، يعني شو؟ لا تسأل، لا تتعب حالك. اوكي، الآية 22، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى، آية أخرى. فشو يعني آية أخرى؟ فهو كملها مكي، أتيناك آية
أخرى، مرة أخرى أتيناك. وبعدين الآية اللي بعدها، لنريك من آياتنا الكبرى. فهنا ابن عاشور كملها، فعلنا ذلك لنريك من آياتنا الكبرى، لأنه هذا جواب الشرط. لنريك، أين الشرط؟ فعلنا ذلك لنريك. فهمت؟ كيف هنكمل؟ هنكمل. هنا الآية 40، ده الله بيقول لأخته لموسى أو أمه لموسى، معذرة، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وبعدين الآية بتقول إذ تمشي أختك فتقول، أختك فتقول، إذ تمشي أختك فتقول، يعني شو؟ فهنا واذكر إذ تمشي أختك فتقول، واذكر إذ تمشي أختك فتقول، لأن إذ لحالها لا. هنا إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. شو تولى؟ المنتخب أضاف، تولى عن دعوتنا، على من كذب وتولى أو تولى، لأنه تولى يعني هرب، هرب من شو؟ عنصر ناقص. فالمنتخب أضاف لها عن دعوتنا. أوكي هنكمل. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، فكذب وأبى. جلالين كملها، قد أريناه آياتنا كلها فكذب بها وأبى الإيمان. كذب وأبى، أبى شو؟ فكذب شو؟ كذب بها، عناصر الجملة كاملة. قل موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. هنا رأى الفرة أن هناك نقص فكملوا، قال موعدكم يوم الزينة يوم يحشر الناس، يوم يحشر الناس. لأنه إذا أنت تفسرها كما هي، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، ناس ضحى، شو واضحة؟ يوم يحشر الناس. هذا الفراء هو اللي كملها. طيب هنكمل يا سيدي، هنكمل. أيوة هذه الآية سنتركها لأنها حيكون شرحها طويل، صعب نتابعها. الآية 70، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي يعني شو ألقي؟ ألقي أرضا، فألقي السحرة أرضا يعني قوم على الأرض. ألقي
اوكي، احنا كل ده الآية 72. قالوا لن نؤثرك على نؤثرك نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فافض ما أنت فاض فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني شو تقضي هذه الحياة الدنيا؟ فمكي كملها في هذه الحياة الدنيا، لأنه قضى في، لأنه قالوا له مو مهم، اعمل اللي تريده، انت ما بتقضي الا في هاي الارض، انت عندك كلام تقدر تعمل اللي تريده على الارض، بعدين في الدنيا الاخره ما عاد انت مالك دخل في الامر، انما تقضي في هذه الحياه الدنيا. اما انك تقضي هذه الحياه الدنيا مش واضحه. سبعة وسبعين، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا يبسا ولا تخشى درقا ولا تخشى، لا تخف درقا ولا تخشى. فقال طيب فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف درقا ولا تخشى. فمكي قال ولا تخشى غرقا، قال له يعني انت روح على البحر افتح البحر، مش حيلحقوك، مش حيلحقوك هذول الجنود، مش هيدركوك، ولا تخشى. تخشى من شو؟ لا تخف من هذول من الجنود، ولا تخشى من مين؟ قال له ولا تخشى غرقا، لأنه لا تخف ولا تخشى، فيعني في ممكن يخاف من اثنين، إنه الجنود يلحقوه. أوكي، يا بني إسرائيل قد أجنينا أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وواعدناكم جانب الطور. إيش ووعدناكم جانب الطور؟ فالمنتخب كملها بالنجاة أو بالمناجاة، بالنجاة أو بالمناجاة، المنتخب كملها بطريقة أو بأخرى. أو البيضاوي، يعني إحنا نأخذ البيضاوي والمنتخب هنا، ووعدناكم جانب الطور بالنجاة أو بالمناجاة بالمناجاة. أوكي، لانه ان ما عملتلهاش هيك بتقول ووعدناكم، يعني اعطيناكم موعد. فهنا جاءت الاضافه هاي. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها، فكذلك القى السامري. طيب فقذفناها، طيب ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. قذفناها يعني شو؟ قذفناها فين؟ قذفناها يعني في البحر، قذفوا في البحر، لأنه رأينا سابقا بيقول الله لا أم موسى فاقذفي في اليم، واضح أنه في البحر.
هنا فقذفناها، يعني شوف قذفناها فين، مش واضح. فالجلالين أضاف لها في النار، لأنه هي القصة إيش؟ إنه هذول كان عندهم ذهب وأشياء مثل هيك، فعملوا نار وحطوا فيها هذا، وعملوا فيه العجل، العجل مشان يعبدوه. ومن هنا أضاف لها الجلالين في النار. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فنسي مين؟ شو نسي؟ واضح، واضح. فنسي مين اللي نسي بهالشغلة؟ هنا أكيد جزء كبير من الآية طار. فمحاولوا ركعوا، يعني مثل ما تقول بيني وبينك واحد لابس البنطلون مخزوق من طيزه، فطبيعة الحال يعني ما بنفعك، لازم ركعوا. فالآية هنا ناقصة، فنسي ماذا؟ مين اللي نسي بالقصة هاي؟ فكملوها على طريقي، على طريقين، على طريقتين، حتشوفوا الاختلاف فظيع بين الاثنين. المنتخب كملها، فنسي السامري أن العجل لا يكون إلها. صور شو أضاف لها، جملة طويلة. فنسي السامري أن العجل لا يكون إلها. هذا منتخب. الجلالين لا، قال لا مش هيك. طب كيف عن عيني؟ كيف مولاي حنساوي؟ قال فنسي موسى ربه وذهب يطلبه. من وين جبت لي هاي القصة؟ من وين جبت لي السامري أن العجل لا يكون له ثاني موسى ربه وذهب يطلبه؟ واضح هنا، يعني ما حدش يقدر ينكر انه هنا في نقص فظيع في الآية. يعني ممكن الآيات الأخرى، لأنه احنا اعتدنا عليها نقول موشي موشي، للمترجم هي الشيء، هذا أكيد 100%، للمترجم مش حيخرج إذا مش عايزين يعني يقولوا له أنت ابن هبلة للمترجم. ما هنا يعني مشكلة. شو اللي صار بالآية؟ ما تدري. هي دابة عايشة اللي أكلتها، شو صار فيها؟ أكلها الدود الرطوبة، ما تدري. فحاول كل منهم يركعها على طريقه. لا تصدقوني عزيزي، ارجع للقرآن تاعك واقرأ الآية، ها السورة 45 الآية 88، أو بالقرآن اللي عندك السورة 20 الآية 88، ها أوكي. وهذا الكتاب كله هو تحمله مجانا، يعني مش محتاجين تشتروه إلا إذا تحبوا تشتروه مشان دعم لأبحاث، ما عندي مانع. الحاصلة، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي. فهم قالوا فقبضت قبضة من أثر الرسول، شو هذا؟ شو هذا من أثر الرسول؟ فهو قال، ما مش عارفين إزاي زادوها، قال السيوطي، قال فقبضت، أيوه، قبضة من أثر حافر فرس الرسول، حافر فرس الرسول. أخي شو جاب حافر وجاب شو جاب الفرس لهذه الجملة؟ مش واضح، مش واضح. يعني رقوا واحد بنطلونه
اسود حطوا له رقعه بيضاء، باين انه فكروا هذا الباسو علي. هنا المشكله، يعني واضح انه هنا عندنا مشكله. طب نكمل، لسه في ناس بكل جبل خطا واحد، في ناس بيكتبوا لي جيب لي خطا واحد، اتحداك تجيب لي خطا واحد. لك اخي اهو انا تعبت سنين على الكتاب، انت ارجع له ارجع له. لا كل، لا انا عايز اناقشك ايه بايه. قلت له انا خدت سنين اناقش كل مع كل واحد ايه بايه. خلص امتى شغله عامله ما عندي انا؟ الكتاب تحت ايدك انت شوفه. اقتنعت؟ اقتنع؟ ما اقتنعت؟ عمرك لا تقتنع. هو بده فكر انه كل واحد بيجي يتشاطر علي بكل جيب لي ايه واحده، وبعدين جيب لي غيرها، وبعدين غيرها، اظل قاعد ليل نهار لا اكل لا اشرب لا انام ولا اشخ الا عشان ارضيه ابن الحلال. وكل واحد عايز نفس الشغله. لك اخي الكتاب موجود. قنعت زين، مع قنعت عمرك لا تقنع. الكرد ياخدك ما مشكلة. طيب هلا الآية 116، وإذ قلنا للملائكة، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة يعني شيء، وإذ فكملها واذكر إذ قلنا للملائكة، لأنه هاي جواب الشرط إذ قلنا. طيب طيب 129، ولولا كلمة كلمة من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. شو لكان لزاما؟ فهنا مشكلة. فهنا لكان لزاما يعني شو؟ فكملوها لكان العذاب، كان العذاب لزابا. اوكي كان لزاما يعني شو؟ 132، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسلك، لا نسلك، شو هاي؟ لا نسلك، لا نسلك رزقا نحن نرزقهم والعاقبة للتقوى. للتقوى. والعاقبة ممكن يكون إما حسنة أو سيئة، لأن العاقبة هو عقاب، يعني قد يكون بمعنى العقاب. فالجلالين فسرها والعاقبة الحسنى، علشان خاف إنه عملت خير تروح عاقبك، ما ينفعش. فراح كملها. هلا عندنا هاي الصور، الصور الايات القصيره هذول، ايات اللي فيها فواصل ذات الفواصل، يعني اللي اياتها قصيره، تكون الصوره هاي، الصوره هاي اللي يسموها صوره الواقعه. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. شو يعني ليس لوقعتها كاذبة؟ فكملها ابن عاشور، ليس لوقعتها نفس كاذبة، يعني ما فيش نفس بتكذبها. أوكي. ثم تيجي الآية 10، والسابقون السابقون
يعني ايه والسابقون السابقون؟ السابقون السابقون، يعني معروف السابقون هم السابقون اللي بسبق بسبق. فهو جلالين كملها والسابقون إلى الخير هم السابقون، فهمت؟ يكمل أولئك المقربون. مقربون يعني شو مقربون؟ عند الله أولئك المقربون. أرجع وأكرر إنه المشكلة عند المسلم مش حيشوفها لأنه هو حافظها، مثل واحد بيشرب مي ما بيعرف هل فيها دودة ما فيها دودة، هو بيشربها وغمض عينيه والدنيا عتمة بيأكلها هي وأبوها الدودة، فهم علي؟ لكن أنت لما ترجم أولئك المقربون، قربون يعني شو مقربون أخي؟ لك الترجمة بأي لغة كانت مش مفهوم. فالمنتخب منتخب أضاف لها كلمة، لو كانت الآية واضحة ما كانش محتاج يضاف لها كلمة. ذكر المنتخب هو التفسير الرسمي تاع الأزهر، يعني مو جدة اللي عملته، لا جدة لا تكره ولا تكتبه. أوكي نكمل شو؟ فأولئك المقربون عند الله. أوكي أول وهلة بتقول سامي شو قاعد بخلق لنا مشاكل هذا؟ ليش قاعد بخلق لنا مشاكل؟ ما هي واضحة الجملة، إيه وضح لي إياها شو؟ أخذ ترجمة، بتفهم إنجليزي؟ يلا ترجم لي إياها إنجليزي، تفضل. فرجيك شوف لي عن عضلاتك. فرجيني وبعدين جيب الملكة. الملكة بتاعت انجلترا اللي تفهم انجليزي تقول لها فهمتي؟ حتقول لك لا، بتروح بتنادي الكلب بتاعها علشان تسأله هل يفهم ولا لا. يمحي طاقة الحال. اذا الهم بتاعك انك تخلص الكتاب شو بهمك؟ كلمة ناقصة نجمة زايدة هي واقفة على هاي واقفة يا أخي، حلب كلها تهدمت، أنت قاعد تدور على كلمة. هنا المشكلة. طيب أنت لازم تحط محلك محل مترجم المسكين، مترجم هنعمل إيه؟ طيب يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يعني وكأس من معين، معين هو النبع. فأنت تقول عزيزي يعني مثل ما تقول طنجرة، طنجرة من نبع ملاش معنى. أما كأس مليئة من معين يعني بأكواب وأباريق وكأس مليئة، مليئة مليئة من معين. أوكي طيب، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين، عين وحور عين، عين. طيب عين عين ولا كيف؟ مش لازم اكبر مشان اشوف الحركه، لانه هاي الكتابه صعبه يا اخي، كتابه صعبه، يعني انا لازم اكبرها بحجم كبير جدا علشان اعرف اقراها كيف طلعت هاي. اهو عين لازم اكملها، لا كامله يعني الكتابة هاي يعني صعب واحد يقرأها، صعب يقرأها. أهو نعملها عين حور عين عين، فهم علي؟ حور عين. أوكي طيب حور عين، أوكي منيح. هلا حور عين، هلا
ولحم طير مما يشتهون وحور عين، فهم مكملة، ولهم حور عين، ولهم حور عين. ليه؟ لأنه هناك مكسورة، وفاكهة مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين، فهو قال ولهم حور عين. نكمل نكمل أهو. إيه، 57، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. طيب، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، تصدقون بماذا؟ فالجلالين أضاف لها بالبعث. كان ممكن يقول فلولا تصدقون بمعرفش بإيه، بس إنه علشان هو بيتكلم عن اللي هيحصل لهم بعد الموت، فهو بده يوضح تصدقون، فكر تصدق محمد، لا، فتصدقون البعث، بالبعث، لأن هو بيوعد لهم لبن وحور عين وهيك بعد الموت. هنا نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ماذا تصدقون؟ قال بالبعث، لأنه هاي الأمور لن تحصل عليها إلا بعد ما تقوم من الموت. طيب، نكمل الصورة. نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، وننشئكم في ما لا تعلمون. نبدل أمثالكم، يعني كيف نبدل أمثالكم؟ شو يعني نبدل أمثالكم؟ هاتفهم لي يا أبوي، هاتفهم لي. أن نبدل أمثالكم، فابن عاشور قال نبدل بكم أمثالكم، يعني إحنا منجيب غيركم، بدل منكم بتجيب أمثالكم، نبدل بكم أمثالكم. واضح؟ هلا واضح. ابن عاشور شاطر بهاي الشغلات، يعني ممكن تجد عنده ملاحظات لن تجدها عند غيره. 82، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني شو وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون؟ يعني شو؟ فهو السيوطي كملها، وتجعلون بدل رزقكم بدل، لا، بدل الشكر رزقكم تجعلون بدل شكر رزقكم، وإلا تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما لاش معنى. فهو كملها وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدل ما تشكروا على اللي رزقناكم إياه، لا، صرتوا تكذبوا. أما وتجعلون رزقكم، ملاش معنى صراحة، ملاش معنى. بعدين تيجي فلولا إذ بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني شو اللي بلغت الحلقوم عزيزي؟ فالجلالين كملها، فلولا إذ بلغت النفس الحلقوم،
كمل. هذه آية صعب ربما نشرحها لأن حاطين بينا، حنكمل الآيات 90، يعني حناخد الآيات السهل نفهمها أول وهلة. كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أضيف فيقال له، وأما إن كان من أصحاب اليمين فيقال له سلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فنزل من حميم، فله نزل من حميم، فله نزل من حميم، نزل من حميم. هنا أنا عندي خطأ، هنا يجب أن أصحح هنا الآية هاي، أنا أصححها بعدين. شفتوا كيف أنا بستفيد كمان من الدرس النص تاعي. فله نزل من حميم. نكمل يا أخي، نكمل. هلا احنا صرنا الساعة، احنا هنشوف أولى عزيزي السورة اللي بعدها طولها 227 آية، ما نخلصها قبل نص الليل، فحنا نوقف عندها سورة الشعراء ونشوف إذا في أسئلة علشان ما نطولش على المشاهدين، أو إذا عندك أسئلة. أنا بصراحة في أسئلة من أصدقائنا بنا. أنا أشكرك جزيل الشكر على العرض الرائع هذا. تسلم. خلينا ناخد شوية أسئلة في لافندر. السؤال عم نقول، هل تعتبر ترجمتك للقرآن هي لمتن القرآن أم لتفسيره؟ هل حصلت على مصادقة إحدى المؤسسات الإسلامية على تلك الترجمة؟ هل قامت المؤسسات الإسلامية بترجمة القرآن؟ ما مدى مطابقتها لترجمتك؟ طيب، أسئلة بصراحة. تعرف بدي أوضح لك شيء. أنت إذا كنت في دير رهبان، في دير رهبان أو رجل دين مسيحي، لا يحق لك أن تنشر كتاب إلا إذا أخذت موافقة الرئيس الديني تاعك. هذه القاعدة عند الكاثوليك على الأقل، فبيكتب تحت إمبريماتور باللاتيني فليطبع، رئيس الديني تاعك بيقول فليطبع. أما إذا أنت قلت علماني مثلي ولو كاثوليكي، مثلا لن يسأل عن الإذن لطباعة كتاب أو ترجمة أو اللي تريده إلا اللي مرتبط برابطة الطاعة، رابطة الطاعة نحو الرئيس، لأنه هو مسؤول عنك آخر الأمر، يعني بعتبره هيك أنه مسؤول عنك. هذا هو النظام الكاثوليكي. هلا لما أنا حاولت أطبع ترجمة الفرنسية للقرآن، قلت عايز أنشرها في لبنان، قال لي إنه هو عايز يعرضها على مفتي ويشوف المفتي شو يقول. قلت له أنا شو دخلني بالمفتي، أنا مو مسلم. شو أنت؟ قال لي منيح بس ما أنا اللي بتمشكل، أنا اللي بتمشكل، لأنه هاي طبعا بلبنان ودارنا دار مسلمين، وحتى ولو كان مسيحية كل شو أنت تطلع القرآن بلا إذن. هلا صبح الصالح لما نشر ترجمة فرنسية دي دينيز ماسو اللغة الفرنسية، طلب الإذن من الأزهر رغم أنه هو لبناني، وهم أشياء فجبر غير. أنا مو مسلم، وبعدين بيعها برأس مالها، ويعني أنا شو هم يجوا يشكروني، أنا مو أقعد أترجاهم.
أنا شو بدي فيهم؟ فهم علي؟ هلا هذه السلطات بدأوا يقومون بترجمات بزر أو يوافقوا عليها، مثلا مركز الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومثل هيك اللي في المدينة، ده بيطبع ترجمات فرنسية ومثل هيك وبعرضها على لجان متخصصة عنده تسوى اللي بتسوى وبيطبعوا. هلا ما هي طبيعة ترجمتي؟ أنا حاولت أكون حرفي على قدر الإمكان، يعني ألتزم بالنص القرآني. طبيعة الحال إذا في نواقص مثل اللي شفتها أنا مجبور أضيف بين قوسين، وإلا مش حيفهم الناس، لأن أنا لو بدي أترك النواقص كما هي محدش حيفهم، ومش حيقولوا إنه الغلطة عندهم، إنهم هم بيقولوا القرآن كتاب، والكتاب يعني على الأقل واضح، هم مش عارفين إنه أمامهم نص مخربط. فأنت مجبور يعني تفهم، وهذا ليس من عندي فقط، هناك على موقع انترنت نص موقع فيه 46 ترجمة إنجليزية، 46 ترجمة إنجليزية لكل آية، وحتشوفهم بزيدوا أقواس بزيدوا مثل هيك كلام، لأنه نص غير واضح من دون هذه الإضافات. هلا ما هي مطابقة ترجمتي للترجمات الأخرى؟ يعني ما كل واحد بيجتهد. أنا بذاتي عملت الطبعة الأولى 2008، والسنة الماضية عملت الطبعة الثانية وغيرت بطبعتي وغيرت بترجمتي اللي أنا قمت بيها، لأنه قد تكتشف أخطاء أخرى أو إنه أنت تقع بها فوات. يعني الترجمة ليس بالسهل، هناك ترجمة إنجليزية قام بها عراقي أظن أصله يهودي هو أصلا، كل سنتين بعيد الترجمة، كل سنتين يغير الترجمة تاعته أو ما شابه ذلك. ليه؟ يقول لك لأنه الترجمة يعني يجب أن تتعامل معها دائما، يعني ممكن تكتشف إنه هاي الكلمة أنت فهمتها هيك لكن هو مش كذلك. وأنا على كل حال لما أترجم طاعة الحال يعني بستعين بكتب التفسير، بستعين بالقواعد اللغة العربية والقواميس وهيك، لكن برضو بشوف اللي سبقوني شو عملوا، فبعمل مقارنة ما بين ترجمتي وترجماتهم موحدة. يعني الترجمة الفرنسية أنا قارنت 20 ترجمة، لكل آية شفت كيف ترجمها 20 مترجم، واخترت الترجمة اللي أنا برتاح لها. للغة الإنجليزية أنا قرأت 46 ترجمة، كل آية كيف تم ترجمتها من 46 ترجمة. وللطبعة الإيطالية الترجمة الإيطالية هناك عندي هنا في المكتب هنا أظن 9 ترجمات إيطالية. فالمترجم يحتاج دائما للرجوع للمترجمين، لأنه كل واحد عمل جهد، ما تقدرش تنكر أنه عمل جهد، فأنت مجبور. أضف إلى ذلك أنه في حالة اختلافي مع المترجمين أضيف في الهوامش أن هذه الآية ترجمت بهذه الطريقة، قد تكون ترجمة مختلفة تماما لكن تبرئ للذمة، يعني أنا مش معصوم عن الخطأ. وانا بقترح عليكم انه في فلان لفلان، يعني بين لكم ان فلان لفلان ترجمها بطريقه اخرى، انتوا فهمتوا شيء؟ ما فهمنا ولا انا فهمت، بس ذاته غير مفهوم. هي تبرئه الذمه وامانه، يعني انا ترجمتي هي ترجمه مقارنه، أضف إلى ذلك اختلاف القراءات، أضف إلى ذلك المصادر اليهودية والمسيحية، أضف إلى ذلك الناسخ والمنسوخ، أضف إلى ذلك إنها بالتسلسل التاريخي. أهو أظن أجبت على هذه الأسئلة ككل. أشكرك نبينا جزيل الشكر. معنا اتصال من أخونا أمين. أمين تفضل. أمين تفضل. أمين طبعا طبعا هذا النبي أمين، يعني طبعا الحال ما شاء الله. أنا أمين تسمعني؟ شكرا شكرا جوابك. لا بين الاختصار
الآن وبس على اليوتيوب. تفضل. نسمعك. تفضل تفضل. عظيم عظيم. نبي سامي، نحن يمكن بعد في ناس عم تسألك إذا كان ترجمتك أنت حدا وافق عليها. نحن ما بدنا حدا يوافق على ترجمتك أو يعطيك أي إمبريماتور، نحن منا بحاجة، نحن عنا ثقة تامة بالعمل الرهيب يلي أنت قمت فيه. ومش أنا يلي أو غيري يلي بده يعطيك بسموها الاعتراف بالعمل الجبار. هيدا التاريخ رح يحكم، ورح تصير أنت يوما ما المرجع بدهم يقارنوا الترجمات لترجمتك أنت. هيدي بأكد لك إياها. بزيت الوقت يا أخ جان، حضرتك أنت كمان عم تعمل مجهود رهيب من خلال إتاحة إنه نحن نتسمع على هالمجهود الإنسيكلوبيدي الرائع يلي المتعب، يعني حتى السماع له هو متعب جدا. بقى كيف بالحري إنه قديش بياخذ وقته النبي سامي، يكون هو عامل دجاج ترجمة وعامل الشغل البحث عامله. أمين أمين أمين. بدي أسألك يعني نبينا سامي الذيب بصراحة. كمل لحظة لأنه السماع مش منيح، بس هلا برجع بسمع لك. معلش تكمل الفكره. سوري جان. يلي بدي اقول، انا بدي اوصل لنقطه ثانيه. تقول انك انت النبي سامي عم يعمل مجهود رهيب، جان عم يعمل، وكل اصحاب القنوات كمان عم تعمل مجهود رهيب، ولكن انا حزين يا جان لانه بس روح عندك شوف المشاركه بالباتريون، بحسابك الباتريون، انا بشعر بالخجل. يعني انه بعد كل المجهود يلي عم تعمله في بس شخصين لهلا للوقت يلي هن انتسبوا للاكونت وجربوا يساعدوا. انا بعرف انه في كثير من الاخوان والاخوات يمكن مش في امكانيات ماديه، ولكن انا ما بعتقد انه كل هالمشاهدات يلي حضرتك عم تحصل عليها والسبسكريبشن يلي انت كمان عملتها، هيدي كلها بتكون عم بتقول لك شكرا. يعني في كثير ناس عم تتفرج ببشاش، انا برايي بكون ما يشعروا انه لازم كل واحد منا يساهم بهالمسيره وبهالطريقه التنويريه. نبي سامي عم بيساهم بوقته بعقله، انت يا جان عم بتساهم بوقتك وبكل اللي عم بيشاركوا معنا وبراندي وكل الاخوه يلي عم بيشاركوا حتى بوجودهم، ولكن مش مسموح انه الاكونت تبعك يبقى متواضع جدا 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 ومحزن لحد هالقد. اذا انت كنت عم تحب تسالني هلا سوري لانه انا منفعل عم بحكي ومنفعل. ولا يهمك ولا يهمك امين ولا يهمك حبيبي. على كل حال على كل حال يعني نحن على طول بنقول اللي بيقدر يدعم اهلا وسهلا يعني. وبصراحه يعني بتضل مجهوداتنا على الفاضي اذا ما كان في من يستقبلها. بس في عندي شغله هلا يعني نبينا سامي الذيب مثل ما تفضلت حضرتك انه عاطي مجهود بصراحه يعني مجهود جبار، ومع ذلك بيجيك واحد بيقول لك اعطيني ولو خطا واحد لك. طيب يعني كل هالاخطاء هي قدامك ما عجبتك عم تقول اعطيني ولو خطا واحد؟ جاو تفضل. في اصعب انك تفهم شخص هو ما بده يفهم، او ما في اصعب تشرح للواحد هو ما بده يفتح عينه. نحن الحقيقه موجوده بين ايدينا، الاسلام موجود قدامنا، صار القاسي والداني بيعرف العطب العقلي يلي بيسببه الاسلام على متبعيه وعلى مستمعيه. ما لنا الوقت لحاله عم نقول لك مثل الغبره، يعني الهوى رح يطيرها. هيك رح يصير بالإسلام، مثل الغبرة مثل رمال الصحراء تبعهم رح تطيرها الرياح. والقصة هي قصة وقت فقط. اليوم بوجود الإنترنت، بوجود الاستنارة، بوجود الشباب يلي مثلك ومثل النبي سامي ومثل كل يلي عم بيساهموا، القصة قصة وقت لا محالة. أنا بس مأخذي إنه أنت بعدك كتير كيوت بالنسبة إنك تحس إنه ما تحس انه مش مفروض الدعم، لازم
الاخواني هو همزه، ايش معناتها؟ ايش معناتها انه رح بس لازم كلنا نشعر بتعاضد ما، يعني كيف بدنا نقول له ميرسي يا جان؟ كيف بدنا نقول له يا ميرسي يا استاذ سامي؟ يعني عيب، يعني بدنا ننطرهم هن يقولوا يمكن بعده ابونا نبينا سامي بعد ما فتح الاكونت كمان بباتريون، بعتقد ما فتح بشكل نبينا سامي. ايه انا عندي باي بال. على المسيره يا اخوان، القافله مستمره، نحن دعمناها او مش دعمناها، حلو انه نحن نكون المشاركين براس القافله، ونحن من قلبنا عم نحط، مش ننطر انه القافله تمر ونحن بس ناطريننا ونزقف لها، رح يمر الترين ويتركنا التاريخ، التاريخ رح ينسانا، بس رح يذكر جان ورح يذكر سامي ورح يذكر كل شخص فعلا حمل سمعته بمسيرة الاستنارة بالزياح. يعني هلا في مسيحيين عندهم العيد بكرة أو شيء، مثل كان في الزياح الشعانين، كل واحد بده يكون حامل سمعته وماشي، وعيب عيب عيب بترككم أنتم تكونوا ماشيين لحالكم. شكرا يا جماعة. أشكرك أشكرك يا نبي أمين، أشكرك جزيل الشكر نبي أمين. على كل حال انا مستني اعمل معك حلقه الاسبوع الجاي والبعده، وراح احكي معك على كل حال بالموضوع هذا. شكرا والبوس اياديك انت واياديك. العفو العفو حبيبي، العفو حبيبي. هذا واجبنا، هذا واجبنا تجاه اهالينا، ويعني اذا اجانا الدعم اجانا، ما اجانا نحن ما جينا بشان الدعم، نحن جينا بشان نظهر كلمه الحق ونطلع اهالينا نفهمهم انهم عايشين في مستنقع الانحطاط. أنا بينا تعقيب من عندك فضل. حبيت أوضح أني أنا عملت البارح بعض المنشورات على الفيسبوك، وفي ناس بطبيعة الحال اغتاظوا من منشوراتي، وجاء القرار من الفيسبوك لعلمكم، فحجزني يعني منعني من الكتابة على الفيسبوك لمدة أسبوع. فإذا أنت حاولت تتصلوا بي بالفيسبوك يصعب عليكم تتصل. أنا ممكن أقرأ نصكم لكن مقدرش أكتب لكم، لأنه فيسبوك منعني، لأنه بطبيعة الحال أتباع الإرهاب هدول اللي مش عايزين إنهم يسمعوا الحقيقة راح اشتكوا علي بطبيعة الحال، والفيسبوك خضع لشكاويهم ومنعني لمدة أسبوع. فإذا ما رديت عليكم اعرفوا إنه ليس إني ما بدي رد، ولكن أنا تحت شريط سطع الإيميل تاعي واضع عنوان السكايب، فإذا لا تتمكنوا الاتصال بي بالفيسبوك اتصلوا بي بالسكايب أو بالإيميل، يعني هذا فقط للتوضيح. أوكي، هل عندك أسئلة أخرى؟ أكيد أكيد، بس قبل ما في أخونا علي عم بيقول جان كيف بدي أدعمك؟ بدهم تسجيل فيسبوك. بصراحة أنا ما بعرف إذا بصير بدون فيسبوك أو شيء من القبيل، أنا راح أشوف الموضوع أخي علي وإذا أشوف إذا بصير بدون فيسبوك أو لا، بصراحة ما بعرف. على كل حال نبينا في واحد اسمه عبد الرحمن رشاش، يعني أنا أعتذر مسبقا على الكلمات اللي تبجح فيها، عم بيقول قرأت كتابيك صراحة لم تأتي بالجديد، مجرد ترهات وأكاذيب، والذي أحزنني أكثر أنك لم تتحرى الدقة في النقل والموضوعية بل تكتب بنفسية حاقد. على كل حال عندي سؤال وأريد أن تجيبني عليه. برجع بيقول محمد صلى الله عليه وسلم، تقول أن محمد صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن الكريم وعلومه عن اليهود والنصارى، سأعرض عليك بعض الآيات القرآنية لنرى إن كانوا أساتذة يتلقى عنهم أم بالعكس نرى ما. بصراحة هو لا بعث لي الآيات ولا شيء، ولكن حبيت بس أفرجي الأصدقاء أنه بس يتكلمون بلا أي دليل، يعني ليش ما أعطيتنا آيات؟ أيوة أنا حارد على أخونا الفاضل، حارد على أخونا الفاضل. في الواقع طبيعة الحال أي نقد للإسلام اللي هو أصبح هوية عند المسلم
هو لن يراه إلا حقد. أنا لو بكرة قلت لك أخي جانا أنا صرت مسلم، حيهلله، حيفكر إيه شوف هذا العالم الكبير صار مسلم، هذا المترجم القرآن صار مسلم، علشان لا أنا بنتقد القرآن عن معرفة قدر إمكانيتي، يعني أنا غير معصوم على الخطأ، لا تنهال علي المسبات. ده أنا بكل ما جيت شيء بجديد، مو مشكلة أخي، أنت هل عملت كتاب مثلي؟ تفضل اعمله، مش مشكلة. أنا بدي أوضح لك شيء، أنا وصلني البارح أو هذا اليوم الصبح رسالة، هقرأ لك إياها، هي قصيرة، من أخ لن أذكر اسمه لأنه ربما ما يريد أنه أذكر اسمه، يقول فيها على الإيميل وصلتني هذا الصباح: لم يستطع أحد من فصحاء العرب وبلغائهم أن يجدوا في القرآن العظيم خطأ واحد، فهل وصلت بك الفصاحة إلى درجة إيجاد أخطاء فيه؟ ثم لو كان في القرآن العظيم أخطاء لصححها الأوائل، فبقاؤه منذ نزوله إلى يومنا هذا كما هو دون تعديل من أحد دليل على خلوه من أي خطأ. لا أقول ذلك تعصبا، لكن الواقع يشهد بذلك. فهل كل الأمة منذ نزوله إلى يومنا هذا جاهلة وأنت العالم؟ فأنا أجبت بما يلي، لكن لا يسألني نفس السؤال، هل جوابي شو أقول له؟ يعني أخي، لن أذكر اسمه، أخي الفاضل، شكرا على رسالتك، لا تصدقني، فأنا لست معصوما عن الخطأ، ما كتبته هو مجرد اجتهاد شخصي لا يلزم أحد، فإن أصبت لي أجرين، وإن أخطأت لي أجر واحد، ولا تصدق غيري، فكل شخص مسؤول عن نفسه، والقرآن يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وهناك حديث نبوي يقول: استفتي قلبك ولو أفتوك الناس، ولا تثق بما قاله الأولون. يقول القرآن: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أرسل لك كتابي مجانا فانظر فيه إن أردت، وإن تحكم بنفسك، مع رجاء أن لا تبخل علي بملاحظاتك لكي أستفيد منها في الطبعة القادمة. شكرا مجددا على رسالتك، ليلة سعيدة. هذا قبل ما أنام بعثت له الرسالة. يعني أنا لا أتبجح، يعني أعمل جهد. أخونا النبي أمين هو يعني قال اللي أراد يقوله وحقه صحيح. هذا أوسع كتاب في مجال أخطاء القرآن. إذا أنا ما عملت شيء، فرجيني كتاب مماثل له. هل هناك كتاب آخر باللغة العربية في وسع كتابي عن أخطاء القرآن؟ لا أدعي إنه كل اللي حكيته صح، لا لا، أنا كل مرة ببعث كتابي بقول: وفي المقدمة كتبت أرجو إنكم لا تبخلوا علي ملاحظاتكم علشان أصحح. وهي أول تجربة، يعني اللي عمل أول مرة تلفون، الطبعة الثانية ظبط التلفون، اليوم وصلنا للإنترنت ما شاء الله، يعني كل شيء بتقدم. اللي عمل أول سيارة ما توقف عند أول سيارة، حسنها وصارت ما شاء الله سيارة مثل طيارة واللي تريده، صاروخ يطلع للقمر حتى. فيعني أنا ما بفتخر، يعني هذا جهدي. إذا أنت بتقول في حد عمل مثلي، أرجوك دلني عليه حتى أستفيد منه، حتى أستفيد منه، مش علشان أجاكر، لا، ربما فاتني. لكن أنا شخصيا لم أجد كتاب عربي بوسع القرآن، الكتاب اللي أنا عملته عن أخطاء القرآن، ولم أجد كتاب عربي طبع القرآن بالتسلسل التاريخي مع المعلومات اللي تضمنها طبعة العربية القرآن. وإذا أنا غلطان، أنت على الرأس والعين، ابعت لي الإشاء النص، ها، وأنا مستعد أستفيد، مو مشكلة. وبخصوص المصادر اليهودية والمسيحية للإسلام، واضح للعيان، يعني مو ضرورة انك واحد تكون عالم كبير.
80% من القرآن مأخوذ من المصادر اليهودية، 80% من القرآن مأخوذ من المصادر اليهودية، و10% مأخوذ من المسيحية، والباقي أساطير أولين أو كلام يعني حيني، يعني مرتبط بزمن النبي محمد. ولا من وين جابه هو؟ يعني أنت شفت واحد بيطلع على الجبل بيخترع سيارة بروح نازل؟ ما في حد بيطلع على الجبل، كل واحد بيستفيد من الخبرة اللي سبقه. والتوراة بذاتها استفادت من شريعة حمورابي، وهلما جرى. وأنا قلت في ترجماتي لما أترجم أنظر للترجمات الأخرى، هذا ليس عام، نحن نبني. هل المهندس مش علوم الهندسة من الرومان أو غيره سابق لحد اليوم تتطور حتى يبنون تراكم معلومات وصححوها وزبطوها ودققوا فيها وتكون ضد الزلازل وضد الحريق والدنيا وهيك؟ أما المهندس بيطلع من الصفر، تقول لي هذا القرآن نازل من السماء، هذه بالحالة هذا تقول لي القرآن نازل من السماء وما أجا من غير ما، هذا مشكلة عقائدية. أنا لا أدخل بالعقائد، أنا لا أدخل أنت أحترم عقائدك. أنت عايز تآمن أنه القرآن نازل من عند الله، آمن مثل ما تريد، بس لا أنا بفرض عليك رأيي ولا أنت بتفرض علي رأيك. أنت آمن ما تشاء وخلي الباحثين يبحثوا كما يشاءون. أنت لا تحجر علي كما لا أحجر عليك. أنت بشر بقولك ودعني أنا أبشر بقولي، والناس عندهم عقل يختارون اللي يريدوا، حبوا يتبعوك أنت يتبعوك، حبوا يجي علي. في واحد كتب لي هلا لنفرض أني أنا صدقتك نبي، شو استفدت منك؟ وبفكر اني عندي حوريات اوزعهم. قلت له خيي لا تصدقني، انا مو محتاج تصديقك، انا مو محتاج تصديقك، تصدق كل عمرك لا تصدق، فهم علي؟ انا ما بطالب اتباع، ما عندي انا قائمه بالاتباع، وبعدين فكره انا ما عندي فلوس اقعد اوزع على اتباعي. ربما اهديهم بالاخر نهر لبن ونهر عسل ونهر زيت ونهر بول بعير، هذا ما عندي الحياة الأخرى، هذا إذا في حياة أخرى، وإذا لسه في بول بعير. إذا ما في بول بعير راحت علي وراحت عليكم. أو هل هناك أسئلة أخرى؟ نبينا بصراحة الوقت ما بسعفنا نأخذ أسئلة أخرى، وهو ما في أسئلة ضمن الموضوع، فأنا بدي أخذ منك كلمة أخيرة نبينا بهالحلقة هي، تفضل. أيوة، شكرا لك أخي جان على توصيل صوتنا، وأطلب من الجميع أنهم يساندوك ماليا، وإذا حب واحد يساعدني ماليا ما لن أرفض وأنا شاكر، لكن ليس هذا الأساس. كتبي متوفرة مجانا، واللي عايز يطلبها يعني بكون مساندة لي، لكن مش هذا المهم. حتى ولو ما دفعت مليم إلي ولا مليم لجان حنكمل عملنا، هذا واضح، احنا مو بنركض وراء الفلوس، لكن يعني اهو الجود من الموجود. في ناس اكيد هم محتاجين اكثر مني ومنك اكيد، يعني فاحنا يعني ما بنطلب شيء، اللي حاب يتبرع يكسب اجر يكسب اجر، واحنا شاكرين. شكرا اخي جان على اللي بتعمله، وبتمنى للجميع وصلوا هذه الحلقه لاكبر عدد ممكن. واذا انا يعني جرحت واحد، مو القصد، نحن نتسلى ونحاول نفهم، هذا هو الموضوع. هذا كل ما اريد ان اقول اخي جان. طب نبينا انا اشكرك جزيل الشكر، وطبعا اشكركم اصدقائي على الوقت المتابعه. على كل حال مثل ما قال نبينا، اللي حابب يدعمنا اهلا وسهلا، ونحن بصراحه يعني فيكم بنكبر
ومثل ما بقولوا نحن طلعنا مو طلعنا في فكرة انه نساوي فلوس ولا هالشيء من القبيل، اكيد لا. يعني هو وضعنا، وضع اهالينا هو اللي اجبرنا نطلع، ووضعنا يعني طلعتنا بصراحة يعني طلعتنا هي مخاطرة في الموت والشتائم وكل هالاشياء، وخصوصا الجهر بالالحاد، يعني حوربت الى ابعد الحدود ونحن لسنا لسعنا هون. ومهما كانت الحرب قويه ومثل ما بقول عزيمتها وتيرتها عاليه، نحن هون وصامدون حتى نفيق اهالينا من هالانحطاط هذا. على كل حال اشكركم اصدقائي واشكرك نبينا، اشوفكم بعد ساعه ونص من الان مع اخونا فؤاد الصباغ وأسس الفلسفة المثالية. أشكركم أصدقائي وأشوفكم بعد قليل مثل ما أقول. أشكرك نبينا، أشكرك. شكرا، مع السلامة. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.